عم نتابع سوا عالمنا الصباحي لليوم، ومحطتنا التالية هي مع مايا ولادي بالدنيا. عز الامتحانات، صباح الخير مايا. مش اخر ايام، اخر ايام الشتويه، اخر ايام المدرسه وعز الامتحانات والصرخه قايمه وحالتنا حاله وتعبنا وتعبنا. انه خلص اكيد خلص أكيد. حتى ما بقى لنا جداد ندرس، يعني بدنا نخلص بعد في جمعه. الاولاد كمان بيتعبوا، يعني مزبوط. ما في شك انه بصير ضغط عليهم، بصيروا عم بيحسبوا الدقيقه والثانيه حتى يفرصوا مش حتى يخلصوا امتحانات. مزبوط. يعني كركبه شوي، بس هي هي ما في مش ما هيك في مهرب. نحن اخترنا هذا الموضوع هذا انه كيف نسهل شوي الدرس على الاولاد. هلا في بصفوف اللي شوي صغيره، يمكن بعد في اسبوع او على الاكثر 10 ايام في مدارس ثانيه ومنخلص. اكيد الصفوف الاكبر بعد في جمعتين، وفي جمعتين وشوي يعني لبعض المدارس. فهلا كلها هي مثل ما عم بتقولي فتره امتحانات. اليوم رح اعطيهم افكار كيف فيهم يسهلوا شوي الدرس لاولادهم، ان كان حفظ، ان كان دوفوارات يعني فروض مدرسية، تمرين بيصير بالبيت، مجرد تيبس أو أساليب يقدروا شوي يعتمدوها تيسهلوا هالمهام على أولادهم. بس أول شيء بدنا نحكي شوي أنه كتير مهم كل أهل يعرفوا شو طبيعة أولادهم بالدرس. يعني وقت بقول أنا كيف بيشتغل، كيف ذهنياً عم يشتغل الولد، يعني من الناحية الذهنية كيف تفكير الولد بيشتغل. هلا وقت بحكي عن تفكير، بستعمل كلمه تفكير، بكون عم بحكي اكثر شيء عن الوظائف الذهنيه، عن الوظائف الادراكيه. ونحن بنعرف انه ابرز الوظائف الذهنيه والادراكيه هي الانتباه، الاتنسيون، يلي هي بتحرك كل شيء وبتسمح للولد او يداين تا يدرس حسب عمره، او يداين ربع ساعه، نص ساعه، ثلاث ارباع ساعه، او ما يداين. يعني الاهل بيقولوا لنا ست سبع دقائق خلص ما بقى له جلاده، ما بعرف شو بدنا نعمل. فهيدا الانتباه بحد ذاته ممكن يكون انتباه سمعي، ممكن يكون انتباه بصري، وممكن يكون انتباه حركه. مثل ما الذاكرة ممكن تكون، في عندك الذاكرة البصرية، في عندك الذاكرة السمعية، والذاكرة الحركية كينستازيك بنسميها. فهون كتير مهم انه نحن خلال اول تقريبا ثلاث سنين، ثلاث صفوف من عند اولادنا، نعرف شوي شو اللي قوي عند الولد، شو الدومينان، شو اللي طاغي عند الولد. وهذا الشيء اجمالا عن جد بيقدروا الاهل يعرفوه من خلال الخبره اليوميه مع الولد. يعني مش ضروري انه نشتغل بطريقه هالقد علميه ونعمل تستات لحتى نعرفه. هلا اذا بكون انا اولاد عندهم مشاكل، اوكي بنروح على السوب اسسمنت بنعمل اختبارات. يعني مثلا تعطي شوي امثله للاهل، الاولاد يلي في اولاد لما بيحفظوا نظريا وبصريا الامور تعلق براسهم، غير صاروا بيتخيلوها هيك، بيقولوا لك اصلا بيتخيلوا، مثل ما بتقولي بيتخيلوا الصفحه، بيتخيلوا. مشان هيك مثلا هالولاد هولي الكلمات تنقول بالدكتي او بالاملاء اللي صعبه شوي، الاشياء اللي عم بتعذبهم ثقيله حتى يحفظوها، مجرد انه نحن نكتبها باللون الاحمر او نعمل عليها دائره باللون الاحمر سهلنا كثير للولد، لانه خلص علمت عنده، صار عم يتذكر شو اللي كان بالاحمر. مثلا الاولاد اللي عندهم الذاكره السمعيه هي قويه، هن اولاد بحاجه يسمعوا، فانا بنصحهم يدرسوا على صوت عالي. يعني مثل ما الام بتقرا اول شيء الدرس او الاستظهار او واتفر للولد على صوت عالي، نعلم الولد هو كمان يدرس على صوت عالي يسمع صوته، كمان هيدي ممكن تفيده. اما الاولاد يلي مثلا حكينا عن الذاكره الحركيه وحكينا عن الانتباه الحركي، في اولاد لما بينقلوا التكست او اي شيء بتسهل الامور لهم، لانه هن بحاجه انه يشتغلوا بايديهم، ينقلوا الحرف، ينقلوا الكلمه، فبتحسيها بتعلق براسهم. فاذا كثير مهم نعرف اولادنا هن شو بدنا، يعني شو نقاط القوه عندهم لحتى اكثر واكثر نقدر نساعدهم. وصلنا شوي لاشياء اساسيه كيف بدنا نقسم درس اولادنا. يعني في دراسات مثلا انعملت، احدى التشابيه اللي استعملوها انه اذا كنا معنا كان في كندا من شوي، انه اذا عندك بلوز او عندك جازون مثلا، انه شو الاحسن انك تسقيه 90 دقيقه نهار واحد وترجعي بعد اسبوع تسقيه 90 دقيقه نهار واحد، ولا احسن انه تجزئي تسقيه ثلاث مرات اسبوعيا وكل مره 30 دقيقه، كل مره نص ساعه مثلا. هالمثل هيدا تنقول انه هالمعلومات هيدي المفروض انها تتجزأ. يعني في اهل بيطلعوا على سكادجول او على الاورير تبع الامتحانات، بيقولوا مثلا تنقول انه امتحان المات مسيقب مش بكره الثلاثه، الثلاثه اللي جاي في وقت. بس هيدا اكيد قبل بيومين نضغط غلط. وهذا شيء غلط، وهذا شيء كثير غلط. هلا ليك في اولاد هن بيحملوا الضغط،
يعني في اولاد ان كان مستوى ذكائهم ان كان المهارات الذهنيه اللي عندهم اياها الاهل بيعرفوا بيقولوا لنا ان شاء الله على اخر دقيقه بعد عنا ساعتين بنبكي الامور وبنخلصها، بس ثلاث ارباع الاولاد بحاجه انه نجذق لهم. فانا لما بعرف انه في امتحان بعد مثلا اسبوع كثير مهم انه جذق على ثلاث حصص الدرس، بيكون كثير منيح لانه بلحق شوف شو نقاط الضعف، بحط ورقه حده وبكتب عليها الاشياء اللي اكثر شيء غلط فيها الولد ونقاط الضعف اللي لاحظتها، لحتى بس بدي ارجع عيد بعد يومين او بعد ثلاث ايام ما عيد كل شيء، ارجع عيد بس الامور اللي انا شفت انه التلميذ ضعيف فيها ووقف عندها 100% لانه كمان بيصير عنده ملل. هلا الاهل بيستعملوا كلمه بيقولوا بسكر راسه بيعمل بلوكاج، هلا نحن بنشوف عمل بلوكاج وسكر راسه بس هي عن جد حاله ملل انه خلص عيطيني اياهم ثلاث مرات واربع مرات بقدي بقى. وبهيدا النطاق كمان في دراسه انعملت بكاليفورنيا بس هي انعملت على تلاميذ جامعه وهيدي فينا نطبقها اكيد على صفوف السكوندير صفوف شوي العاليه، وانعملت بسنه 2008 على 1300 طالب. اخذوا هالطلاب وقسمون لجروبات وكل جروب طلبوا منهم يدرسوا بريتم معين وبانترفال معين، يعني مثلا جروب طلبوا منهم انه يدرسوا نهار الاثنين للفحص اللي عندهم اياه الجمعه، يرجعوا يعيدوا المعلومات شوي الاربعاء، يرجعوا الجمعه يعملوا ريفيزيون سريعه. الجروبات الثانيين كان في جروب منهم او يدرسوا بنفس النهار يعني قبل بنهار فورا او جروب ثالث يدرس قبل بكثير يعني قبل ب 15 يوم. افضل طريقه هي اول طريقه ذكرتها، يعني افضل طريقه بتخلي المعلومات اكثر تتخزن بالذاكره هي انه الانترفال يكون تقريبا او يومين او ماكسيموم ثلاث ايام بين اول تحضير وثاني تحضير، وثاني التحضير بيصير بس نوع من المراجعه، وهذا الشيء في ينطبق على صفوف السكوندير لانه بتكون المعلومات ثقيله عندهم وصعبه فينا نعتبرها. كمان في شغله كثير اللي بيدرس قبل باسبوعين يعني كانه في منهم بيقول لك كاني ما عملت شيء بدي ارجع كثير عيدهم يعني بيكون وقت ضايع. مزبوط، بس بتعرفي غدا في اهل اوقات بيضطروا انه يدرسوا اولادهم قبل بوقت كثير، هن خاصه الاولاد يلي ما بينتبهوا بالصف. التلميذ يلي بيجي على البيت مثلا تنقول عنده دوفوار شيمي بحس بشوفه الاهل انه ما في شيء، ما عم يقدر ابدا يعمل هالدوفوار، هذا دليل انه هو او اجى مش فاهم او مش منتبه بالصف. هول الاولاد اكثر شيء بعينه الاهل معهم لانه عم ينعاد كل شيء بالبيت ولا مشكله يعني بصير الولد ونحن بنطلب منهم. انا بقول لهم كل يوم بس يرجع كيف كانه حتى معلمه للولد كل يوم بده يرجع يعيد الاشياء الاساسيه اللي انعملت خلال النهار، وقال لي حصير في تراكمات لانه كل يومين ثلاثه عم ينعطى درس جديد، خاصه باخر السنه تيخلصوا البروجرام الاساتذه بصيروا يعجلوا يعني بصير نخلص بجمعه دو او تروا شابيتر اوقات، فهون كمان بدنا ننتبه لهيدي النقطه. تنرجع شوي للصفوف الصغيره. الصفوف الصغيره يلي شوي الاهل بيكونوا محتارين فيها لان ما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع الولد. بعدين جداد بالمصحة. مزبوط. فبدي احكي شوي عن البويزي وعن الاستزهار وانا هلا عايشه اجواء البويزي واجواء الاستزهار. فاول خبرات حفظ للولد يلي هي عن جد من اصعب الخبرات لانه في مدارس بيجي الولد حافظ باسم خلص بالصف بحضره، في مدارس لا، يعني هل مهمه هي موكله للاهل وللولد بالبيت. بكل بساطه الطريقة اللي أنسب شيء هي إنه نمشي باراجراف بار باراجراف، مقطع بمقطع. وقتها بقول مقطع بمقطع لولد مثلا عمره أو ست سنين أو سبع سنين، مقطع مش لازم يتخطى ثلاث أسطر، وثلاث أسطر ما بيكونوا كاملين يعني بيكونوا إذا بدي كناية عن ثلاثة صغار. هيدي بتكون أفضل طريقة، وأنا بنصح كل الأهل إنه يبلشوا يعلموا الولد يحفظ وحده من عمر صغير، يعني الاسلوب اللي بعلمه للولد من اول سنه حفظ خلص بيعلق براسه بياخده بكفه فيه. فالولد يتعلم عن جد انه من هالاعمار الصغيره يدرس لوحده، مش ضروري يدرس لوحده يكون موجود بغرفه لوحده، مجرد انه انا اكون قاعده حده بس هالولد هيدا يتعلم مثلا يقرا ثلاث اسطر على صوت عالي، يرجع يقراها مره ثانيه على صوت عالي، يرجع بعدين يخبي الكتاب وهو اللي يسمع لحاله غلط بكلمه يفتح يشوف، يرجع بالمرة الرابعة يخبي الكتاب ويقولها غيبا يشوف إذا حفظها أو ما حفظها، ويصير يشتغل هيك لكل باراجراف لكل باراجراف. هيدا طريقة كتير بتفيد الولد لأنه عم بعمله فراجمنتاسيون، يعني بهيدا العمر بيقدر يبلش يتكل على حاله، ما ضروري يحس انه انا كل تابع لامي او تابع لبي بالحفظ. اشياء كثير كمان بيصيروا بيتكلوا
بيتكلوا من الاول. ما فيني احفظ الا اذا جيت وقعدت حتى، ويعني 100% منا كمان كثير تركيز. قد ايه بنسهل حياتنا لما نحن بنعود اولادنا بشكل انه بس يوصلوا لثالث او لرابع صف خلص يصير نعطيهم هن انه حضري بهي بقوتك، هي بقوتك، حضري هالشغله بقوتك. برجع بقول اكيد هي نصايح اللي عم بعطيها هي عم بعطيها لاولاد ما عندهم مشاكل، لانه في اولاد بيكون عندهم اي مشاكل او صعوبات تعلميه ما فيك تعتمدي هيدي الطرق معهم، بصير بدي اعتمد اكيد طرق مختلفه. بتتعدل يعني هي باز، بس انه اكيد بتتعدل كيف بتصير لاولاد وحسب كل ولد كيف هو. حتى اوقات بدون مشاكل في اولاد تجي نهار تعبانه، نهار ما بعرف انا في شيء شغل لبالها، يعني مش دائما ناخذ الباز انه هن هالولاد وصلوا على البيت هيدي واجباتهم هي الى اخره، في كمان شويه رياحه تنعطى. اكيد اذا بدنا نحكي شوي كمان عن الجرامير او القواعد باللغه العربيه، القواعد باللغه الفرنسيه غاده، يلي هي المواد اساسيه بالصفوف الصغيره، ويلي هي في كثير اولاد بيعانوا من صعوبات منها، لانه تيدرسوا الراجل القاعدة اللي لازم أنا ألحقها وتعلق براسهم، يعني عن جد بيكون في صعوبة. في أولاد ببلشوا بثلاث لغات كمان من أعمار صغيرة. مزبوط. في مدارس. لكن بكل بساطة بفتكر أنه في كتير بيوت مثلا دجا هن بيحكوا اللغة الفرنسية مع أولادهم يوميا، يعني أولاد بيحكوا فرنسية مع أهلهم، مثلا بقدر أنا برات ساعات الدرس جملة قالها الولد بالفرنسي بقدر كررها هالشغلة بالنهار 10 مرات بدون ما يحس الولد انه انا عم بضغط عليه، قال اي جملة مثلا، اطرح عليه سؤال مثلا تنقول اذا بدي اقول جملة tu as lavé les pommes، غسلت التفاحات مثلا عم يسأل لأمه، في أمه بس تستوقفوا 3 ثواني، لي بوم شو بدها تاخذ بوم مثلا؟ بدها تاخذ اس، لأنه هيدي صيغة الجمع، لأنه اشياء بنتناقش فيها مع اولادنا بالنهار بتساهم، بس بتساهم انه تخلي المعلومات اكثر تتخزن بالذاكره، فما ضروري ننطر انه هلا نحن بقى نحضر الدرس، فينا اوقات على طريقه لعب العب انا واولادي. اكيد طريقه كمان كثير مفيده غاده يكون عندنا كارد مثلا كرتونه، وفرجيناها هي بحلقه من الحلقات من فتره، نقصها شكل مربع للكرتونه على الفاس تبع المربع من قدام مثلا كمان للصفوف الصغيرة، فينا مثلا نلزق صورة عصفور من ورا، فينا نكتب كلمة بيرد أو كلمة وازو ونعلق لاستيك خشب، ونصير مثلا نلعب كمان هاللعبة مع أولادنا، يعني نصير مثلا أوقات مثلا نبرمة تنعرف، يعني مثلا بنقل عصفور نقل عصفور بده يحذر، نبرمة تنشوف إذا صح أو مش صح، بيكتبها على ورقه، نبرمها تنشوف اذا استعمل كل الاحرف مزبوط او ما استعمل كل الاحرف مزبوط. هيدي اشياء بتخفف شوي من جفاف الدرس للاولاد. صحيح. مزبوط، يعني الدرس بحسوه منه قاسي بقى، صار شوي لعب شوي كمان. يلا مثل ما قلتي كلها اسبوع اسبوعين وبنخلص باكونس وبدي في باكونس. ميرسي لك ميرسي هذا. خليكم معنا مشاهدينا، رح ننتبه عالم الصباح من بعد هالبريك.